أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسود وادا ورك سبحانمي أعلن سيدة ميديا و سبحانمي سنين أخوض بحساسي هاي نصو سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي الدولة توسكا و سمي رئيس الوزار روبلة يقرشي سعصوب مستر روبلة أو تلابد دبر جبكو أفر ما جو قاضي إسلام مركز إن صوبان ديغي قرشيه سهوري لوغو سعونا يا إن أي دالك كدعادو دورش حلالاهي رئيس الوزارة فدرالك سوماليا مدن محمد حسين روبلة أيا بوغدي حارون تغود ديغ دورشو يكهير فدرال إفيد إنجينير روبلة أيا هل كاسي وحا أوكولا كلمي قدوميها إيا هول وذينة دغود ديغا أوغا مهد عليي سيد أي أماري ين هوش دورشو يكا كونا ديرا قليي دم استركا هولها نمان إسلام مركز إن لسو قبا قبيو حكومت دو حا كغو أن إن إي دم استركا هولها كان نمان دورشو ينكا إيا دو لسو تبين أيو إن عليس بدن أي لكل ميان قد ديغا دورشو ينكا قرنكا رئيس الوزارة محمد حسين روبلة يا قرشيه سوحا أو يهي إنو سنو استاقين دبر جبين كستا أو في الصوماليا حفيز كيسا كوسا ميسو إسلام مركاسين وحا كغوان إن حلبانا دل داري إسلام مركاسين قد دونا استميستان كدبنا لغو دواقو دورشا دم دحتيني مدى قرنكا سيكستواها أهاتي دبر جب حوغان أي كوتاهي في الله صوماليا جيست كلمودان محمد حسين روبلة أي لكل ما يقار كميد أي وكيل ذا بيش عالم كاو أي كوضا حدلين أرما دورشوين كدالك أو هير قبقبا أهي مريا إيو ديار قروغ دارين تحي لبانا ذا لوداقل إلا قرشي أفري توانك بشاني تاني أي جوجل حار أسي نقونيسا قرشها دردر قلين تا دورشا دا إيو دميستير كيدا حلي أي جيران هاگر دا موين عصوب أو لماليغيو سي أي سان حفلة دا دارين تحي لبانا ذا ودعين أفري توانك بشاني سيدا موقع تولي لبدا حفيز ايا ميد با ميد كالي هوس حريك سياسة ديد اي حيرا يا بلسي وحا ميد كستا او سمين ايا شار كيسا او عد انو ارمهاني كتلابو هسا اهاتي رئيس الوزار روبلة ايا هادا هيستا كلسوني بدن اسلام مركاسينا او رجاكا قبو ان هوش دورشا دا ايا دارين تحلبانا دا وقتيجي لو مدييي لقبتو سي لوغو سي قدبو دورشا دا قدون كالبدا قالي بار لبانك فدرالك سوماليا سي كستواها أهاتي بيش عالم كتاغير حقن أيي أموجي سي إن أفري توانك بشاني لداري حلبانا دا إسلام مركاسينا آن لهو استاغي كارين هدي مرمرسي كينان في لسوماليا وحا هبالاهي إن بيش عالم كاي أغاد دونتو إن مدحويني هوري حلك كدمادي فرماجو إيا في لسوماليا أي دمعسيهين إن دورشا دا أي سنهور أسي سعون لنا عكال فهد ياسين ودعود وقود بيي محكمة دسرة إيدالكا تاليه هرا إنسا فهد ياسين حاج داهير أي دعود كدنها قدقة دورشوين كهير فدرال إفيد وقود بيي محكمة دسرة إيدالكا سيدكو عدور قد دعود فهد ياسين أي فيد كو إيدي إن أي سي آن شرعيقا وافق سنين أي أعليين كورسيقا خبسي ديتان يليح أو دوان لغو دورتي مغالة بردويني تاليهي هورا أو دنبية بدن لو هايستا إن نسا أي قبصدي قارين وحا أونا يسكو ديي إن محكمة دسارة إي دالك أي قوانك غارتو كورسيقا لو دورتي إي خب إبرسي ديتان يليح كدب مركي يسكو ديي دي كالي أي قول درايستين سيدا موقتا دعود فهد أيا كدنيغان مدقبي أهام ببال مرسان هشيزك دورشوين كدلك كاسي أو ديغايا إن دعودها إيا عبشوين كدنك دورشا دا آهي لو قد بيو قد ديغا حالين تا قلافاتك قد ديغا حالين تا قلافاتك أيا هوري أفصاحي كرسيغا فهد ياسين ها سيشي مجرين كيس دعود أهي أو دنك فهد أغا يمي تاسي أو صح أهان شها إيا شرعية دا قوان كودا مقدي قليسي كورسيغا هوب إبرسي ديتاني اللي حيا وحا كودا جان قديغا دورشا دا هير فدرال إيا دو لغو هايستو إن دورشا ديسا لقبتي إيا دو او حكيي قديغا لانبال مراي هنانك دورشا دا سيكستوا وحا لرومي سيهاي إن كيسكا كورسيغاني او ياي ميد سياسة ديسان إسلام مركاسينا حييراد اللا ساري او كدن بيي رئيس الوزار روبلة او دقال كولا جيرا فرماجي فهد ياسين هوري أيي إهيد مركي محكمة دعيدة مدى قلب كسيدا لوغو قد بيه دعوت كدنا فهد ياسين أو لوغو إيديي إنو قيب كي يهي دي لوغي استي سرقالة إكران تهليل فارح من اللوغا سيدا أي كسو عمكرتو دعوت ما داما أي دعوت كالي كتالو سيكستوها أهاتي ننكي شرعيغا شنتي سنة لصو دافي كتو منجري أيا إمنك دعوت كآدد كقار إسلامر كان محكمة آنان شقين شنتي سنة لصو دافي ايو امين كدعود او جيسدي وهدي اي شخيسي فضلاً دب او داور كيني هوري اي عالان سيد الميديا بسم الله الرحمن الرحيم محامانتا شرف نوع ان امادو حارونتي قدية هلدينه دورشوينكا وان قدو مشاهده دي ان اقل حلبانكا لح رونتي وحانم هالعلن يا مركو وري قدية هوش عادك سواقبتي إلا حدنا حيات
oo ka shaqeynaya sidii uu gabagaboobi lahayd inta ka dhiman howlaha doorashooyinka. Waxaan ka warraa inaan xoogga saaro mahadcelintaas kadib in 14-ka oo ah maalinta loo asteeyey in daarashada xildhibaanada labada aqal la sameeyo ay tahay maalin aad iyo aad muhiim u ah dadka Soomaaliyeed iyo doorashooyinkooda intaba. Waxaa la soo maray marxalad adag oo ay doorashooyinka jiitameen sanad iyo ka badan oo dalku intaas uu ka jiray firaaq dastuuri ah, halisna loogu jiro in dowladnimadii iyo geedi socodkii dhismaha dowladnimada uu halis galo. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan adkeeyo 14-ka inay tahay maalin dadka Soomaaliyeed oo dhan muhiim u ah taariikhdooda geedi socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadda intaba muhiim u ah, inaan dhammaanteen xoogga saarno in aan maalintaas xaqiijino oo uu dalku yeesho xildhibaano iyo baarlamaan labadiisii aqal oo ah unuga ay ka bilaabato dowladnimada Soomaaliya, caqabad kastoo loo dhigana in laga hortago oo cid kastoo isku dayda inay carqaladaysana dhinac dadka Soomaaliyeed iyo dadka ka shaqeeya arrimaha siyaasadda iyo shacabka guud ahaan iyo beesha caalamka oo dadka Soomaaliyeed garab taaganba inaan ka wada hortagno. Waxaan kaloo rajaynayaa in intaas ka hor tabashada ay qabaan walaalaheen Koonfur Galbeed xal loo helo oo la isku dayo. Way dhici jireen doorasho walba tabasho ayay leedahay, waa uun dad uunbaa si kuraastooda doorasho loogu celi jiray ama loo qaban jiray, xalkeedana waa la gaari jiray. Waxaan rajaynayaa laakiin tabashadaas in la garabsado oo ay noqoto tabasho ay deegaan dhan ay qabaan. Dadka Soomaaliyeed ma jecli cid in laga dhammaado, cidna laga tago, cidna laga tashado ma jecli runtii, mana dhiirigelinayna. Laakiin waxaan rabnaa in ay madaxda Koonfur Galbeed, madaxweynaha iyo dadka kale oo la taliyaashiisa ahba in ay tabashadaas iyada ah ay tahay tabasho legitimeeda loo baahan yahayna in la adareys garay, laakiin aysan wax yarnaanin howlihii dowlad dhiska Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa guddiga ama dadka waxay u qaadaan arrintaas ku howlan inay arrintaas guul ka keenaan. Waan rajaynayaa, waxaan ka warraa inaan dul istaago qabanqaabada la sheegay dabaaldega loo sameynayo 12-ka Abriil oo ah maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka hore waxaan u hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabadda 12-ka Abriil oo ah maalintii la aasaasay. Laakiin waxay su-aal ka taaganta, maxaa iyadoo 3 sano aan la dabaal degin, haddii la dabaal degayana taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu dabaal dego oo wasaaradda gaashaandhigga ay tahay meesha lagu dabaal dego, maxaa keenay in la yidhaahdo magaalada dhan ayaa la xirayaa, dabaaldeg weyn ayaa la dhigayaa, iyadoo ognahay dalka inay abaaro ka jiraan, sicir barar jiro, dadka ay duruufo adag ku jiraan ay gaajaysan yihiin, ay dhibaataysan yihiin, deen rabadaan ay tahay, dad badan waxay ku afuran ay leeyihiin in malaayiin doolar lagu qarash gareeyo dabaaldeg la leeyahay. Waxaa loo dabaaldegayaa ciidanka iyadoo dabaaldegii la yaqaanay ee soo jireenka ahaa ee wasaaradda gaashaandhigga ku ekaa la samayn karo. Sidaas daraaddeed halkan waxaan rabaa inaan uga baaqo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ixtiraam baan idin haynaa, sharaf baan idin haynaa. Hadda ka hor baa qaarkii loo adeegsaday dagaal siyaasadeed iyo dana siyaasadeed, waxaan cabsi ka qabnaa in dana siyaasadeed kaloo guracan lin isticmaalo oo lin adeegsado. Kow, waxaan rabnaa taliska ciidanka inuu ka bixiyo caddayn dabaaldegga iyo intuu la-eg yahay. Waxaan kaloo rabnaa inaan dadka xoogsatada ee bisha Ramadaan 4-kooda la tacaalaya waddooyin laga xirin, jido laga goynin. Waxaan kaloo rabnaa hantida iyo qarashka lagu bixinayo dabaaldegga intaas la-eg in dadka masaakiinta lagu afuriyo oo weliba qoysaska dhibaataysan ee ciidanka xoogga dal ka tirsan 4 loogu sameeyo. Waxaan la soconnaa qarashka lagu abaabulayo dabaaldeggaas inaan laga bixinin wasaaradda maaliyadda. Xaggee laga bixiyo? Yaad bixiyo? Dadka masaakiinta ha loo leexiyo, dabaaldeggana kii ku ekaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ha ku ekaado, sidii la aqoon jirana ha ahaado, yaana loo isticmaalin dana siyaasadeed iyo ujeedooyin guracan. Arrintaas waa ka digaynaa. Shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo ka ku nool magaalada Muqdisho waa inay digtoonaadaan inaanan loo soo hoos marinin dabaaldeggaas dana guracan. Sidaas daraaddeed markanaan ku celinayaa taliska ciidanka iyo saraakiisha sarsare ee ciidanka xoogga dalka waa inay dadka Soomaaliyeed u caddeeyaan waxa ay tahay dabaaldeggan iyo waxa ku wajduugan, aynan bannaanka u soo dhigaa inaysan wax mugdiya ku jirin dabaaldegga isaga ah, kuna ekaado xarumihii lagu sameyn jiray markii horeba ay ka dhici jirtay. Waxaa gaarsiiyay dalkan in ciidanka laga shakiyo markay cid kasta lagu weeraray dadkii,
مركي مدحينيال هذا لغو ويري مركي أنجل وخصو ويري مركي جوالنا لغو ويري شكي جاسا وحاك اللي يجي عيدا كالغشكي وحاك يعني ما راح هذا حلفو لما يا كاني ساس درادة وإن عيدا كسياسة اللي قبل فيها وكل علينا عيدا كنا وإن عديان موقف كود أسقى سيم مخاوف تاس أما عبسي تاس أما شكي تاس لقاو أي ماشي وبعده لما أنت وعنا وبلما دارت أفري طبعا كأه وأن أقارن إن تاعي مالين دارك الصوماليات قبل نمد يس يدو نمد يس أساس وأنا سنتي وسلام عليكم ورحمة